سلام نيوش فرناون مانيلا، ان شاء الله هنا نتدر نوسان لهنا دلمان. مرحبا تالي جنوان سغت في مدنس جين اسمشان لجروا نغدي ما طارون مقرانة نمتر اغنيو شتيفا وتوسا نضيضا اتوت نغي مبرشن عزيزني مقراني نمزانن ارجازن تيزناني مكراس انجلس مانيتلي ما نسير متلي ما تقرع معنا غني ما رايب هذا زعيم ديما اللي كانت تدر نفحات تنميرين نون يورن رمضان يورن القران يورن الغفران يورن تنميرين يور نوربح دوربح يوخسنا دي ربح بالخصوص لكان تدر مراو تم جاروت نون يورن العشر الاواخر لكان ان ترى نسوتر يوشا مقراني لا غنيوش الرزني مقران نون يورن رمضان تقيميت وسو ان شاء الله تيلي تمبرش سودمون امبرشن الى اديليني دنغ من ينشاش الى اديلي دنغ الدكتور محمد تيمزغين الدكتور دي تزداويت نتزاير من يغني السول في المحطات الايمانيه التاريخيه نون يور امبرشن رمضان الا ندغرباز نتوكدي نربي دغرباز نمزروي الى كان خسيس النبي منا والقيم الاخلاق مبارش اللي كان ان سزعم السيستم دورت النغ ام دون ابريد نتقدي نربيد وبريد وخدام اللي تغوسي وين امدن تقيميت فايت سنت انشاش الا نديني ندن خسنود ماون نلفن الا نخدم نقل البرنامج نغي كتنوبادي القناه نفيدو قصه نتمازيغت الا نتجور ديور رمضان دين البرنامج الا نتواجه انجلاس نغي وراش نغي طروان نغ يبورخس نغ الملايكان نغ زين من سيربح الكريون من ينشاش الا دي ادنغ المنتج المخرج ناول البرنامج يوتنغ مصطفى بوقرطاز منشط البراعم مهندس الفرح والمراح لاني ستا في الفرحة تغلولة وني نجلس يواتنا ابراهيم غلام غنسي ونس فكرتنا والبرنامج منش لا يتزور والبرنامج منش تقيمنا والبرنامج لأفاق نسن غلسات مدون لسود جانت نتنوبة وين الحصص إلا نتهمان الطروان بالخصوص وانت تي تقيمتنا ان شاء الله هذه اللي دي سجن روبورتاج اللي سجلت يوتنا قاسم بحماني الراعي اللي سجل جنونو دغلت الدارت نجنس المنشدين الى كان تنرحم السو الى غرس اسوكا سيز واقفنا لان المنشد محمد بوسعد واش مقران ترحم مصحي والنز الحانز ديز الونس ان شاء الله تقيم ديما الدرن اما سنو لون سو خدام امبارشي دي جو تم دور تسنان تطويض سو سعزم دلفن دويوال ازعيم امبارش لان توني تقيمتنا قيمه اذن يتشل تدطيت ما يسمى نرحب بدوم مغل تقيمت نمرحبا نشاش ما تشيني غدي ما تقيمت نمرحبا ديور رمضان لان تاوي دي نعزاما دل أساتذات دكاترة يتشنا نغمنا ونصيح حد الوصايا فيور رمضان نسقسو من شينا وجن إن رمضان نيار نزوان غفنغ مسح رمضان ديما دي قيم الخيار نيار أدي قيم دسلين وسقاس منا والمحطات الإيمانية التاريخية اللي كانت نبي سو نيور بالخصوص يا ونيمار اللي كانت تدر الوباء فيروس كورونا مصحنيني الحمد لله تدرنا قاع لان تيمجري وين دمشان تيدي وتتالا الفرحة تم قرانت وجاروا مني دوزين ولاون جار زعلوك دومزان سي سمو نو متوت نغم برشن عزيز نرحب بس دكتور محمد تيمزغين دكتور سلامني وجدان برشن وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك تيت لي دكتور مع رمضان الحمد لله الحمد لله ربي يقبل ان شاء الله رمضان زيرنا بالريان رمضان زير كتشوف مونيا ايوا هاي يعني كي في الحجر قد قلت قلنا في الحجر لا في الحجر المنزلي مع لا فامي الحمد لله ربي يقبل ان شاء الله علاقات اخ يعني اجر وجهاد وتربص ودعزام دملاقه مع لا فامي قاعد خير ربي يقبل ان شاء الله ربي يقبل يوفقك يا دكتور يعطيك الصحه ان شاء الله دكتور السنيور رمضان الا ندي كنو غرباز نخدي كتلم درست الا واش نختار بي يورا سقاس بصح سونو يور ان نخدم سي سيار نسقاس يمدا يعني رمضان ديك نو غرباز نخدي كتلم درست تبدي نربي ديك كتلم درست الا ربي الشريط النصر الانتصارات والشريط منه والمحطات الثمانيه التاريخيه تسات ما غنسي واللي يعني ممكن في المحطه التاريخيه اللي نتونو يور رمضان مبرش نسن نبي سيسن طات في تم قرانت نغ العبر الا كان نبي سيسن نغسن سن يعني القيمه نمزروي نغنى التاريخ ديال الامم نغدي الشعوب نغدي مدن نغدي لوم تي مسلمت بالخصوص ماشي الا كان انسنا مزروين نصنطق نسيول معاهم مزروين بارك الله فيك انت التاريخ خاص قيمته زعلوكت بنادم التاريخ بنادم شخصيه التاريخ التاريخ سادي سن قد قد ماني لا يوض انت يمارو الا في نقطه في التاريخ ماني لا يوض مقارنه سيني كذا ميد عادو لي سن تاريخ اما نشي لي يبدا من الصفر مي دعادي سن تاريخ اما نشي كاع التجارب السابقه كاع الادي بي سي سنت ادي المت سي سنت اتكمل الشخصيه تما ماشي دكن ماشي قار كنسي المبدعين قزم على كتفي العمالقه يعني التاريخ اسمع هذا زعلوك التاريخ نسفات سي شغل التاريخ نبي سي العبر التاريخ نقوى سي شخصيتنا نقوى سي ايماننا
تيشانغ امل، تيشانغ راحه، تيشانغ يعني اقبال للحياه، تيشانغ دروس، تيشانغ عبار. اغرمي بسيون بيت التاريخ، يعني التاريخ خاص قيمته على وقت بنادم كان يصنط قانون تاريخه عنده ما يدي. هذه بدا يتحس ماس باللي افسيون ولا تراد سينمارو اغرمي بسيون قضى عني ياسي قبل كان يدير قبر كاين جن وسي مزوار مزوار يعني وسي جن اين جن سابقا اين يوقع من اخطاء يتجاوز واين جن من انجازات هاد النج واكثر. هذه قد مغرب على الساس يعني التاريخ خاص قيمته على وقت ربي ما منس يوصي انا صوموني في غزوه احد سنيني يمسل من ركبه بدر بالتيسار سنيني قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني غير سمع دزعلوك بنادم يستنطق التاريخ وليت تحس يمانس باللي واحد مارو لوقته هذه قلق يمانس وليت تسمى تاديج بصح غير هذه قل غلدفر هذه بناء سكت الخبر تزعلوك هذه قد ما ورب هذا الاستاذ ما شاء الله ربا يحفظ دكتور. يعني نسن بلي ماشي تنيت التاريخ يعني سم زروي النغ السيفه ولي ما ننغ التاريخ النغ نضوى المستقبل النغ يعني دمنه انعزاما ضد الدكاتره الا نسولن في التاريخ جندي ولا بهان في التاريخ ماشي لا نسن يعني التاريخ غير سكن وزاد مقران ابناء للامم الشعوب والتاريخ ذاكره الامم والشعوب يعني تونجمت نسن بلا تونجمت ولا يمكن حد الا هذه درتها من الدرت صغت ناس اليورن رمضان دكتور نسن ديك ديكنو يوري الى ربي شوري الانتصارات شهر النصر والصبر يقولوا يوري الله ربي شوري الانتصارات ممكن بتغطي جمدة غنتيني أهم المحطات التاريخية نون يورن رمضان أمبارش بتغن بسيس نتطفي بتغني نمدن بشيلان الدولين أو المحطات باش هاد بنان تم دورت نسن السيفة وتم دورت نسن غلزات. يعطيك الصحة انت رمضان ديما ديما نشني نتعاشى رمضان نتعاشى تسعيني صار نديس نتعاشى سالروحانيات سالخير العلاقات الاقبال على الله سبحانه وتعالى كان خير دزعلوك رمضان السنين تعاشت رمضان تعاشى في محطات يعني يصارين يصارن بكري في تاريخ الامه انسات سيس انفكرين يصارن فنعتبر بما حدث في هذه في تلك الايامين المحطات رمضان سبحان الله كل زقاس يتعود رمضان او السن كل زقاس ان نعود الى نفس الاحداث ان في يعني اما شي لا تكرر خاطي لاش حقيقه كل سكس نتعاشى كان وضع جديد من عاش كان وضع جديد غير ندو لين قصصني ان في كان شاد جديد خاد نبي يعني توني الحلاوه يعني نون استحضار تاريخ متاع التعاشي الوقات تبدي تبدد من احداث التاريخ اني عمري متسلسل عمري متخسرت غرنا مثلا في رمضان على الاقل غرنا خمسة المحطات أول محطة وأبرز محطة دا وقت تسلسل تاريخي عند ليلة القدر نزول الوحي محطة فيت سنت عند غزوة بدر محطة فيت ثلاثة عند فتح مكة محطة فيت ربعة عند وقعة حطين محطة فيت خمسة عند وقعة عين جالوت هذه سورة خصيصة يعني على الأقل أكيد يعني اللي ندوق غلب المحطات يعني في تاريخ الأمة يعني كان النت في يعني النت في كثير من الأحداث يعني أعلام اللولد في هذه في هذا الشهر يعني أحداث اختراعات مواقع وغيرها وينما نكتفي بخمسة على الأقل أو تنين له ونذكر أن نجبد نوم نوم العبار في كل واحدة منا أين نسفات في حياتنا في هذه الأيام إن شاء الله ربا يحفظ دانيلا السلام ومنشي تنير يعني ممكن أن نبدأ سمحت تمزور دين إنزال الوحي نعم إلى ربي سغنيني رمضان أنيني القرآن سغنيني القرآن أنيني رمضان نعم رمضان سبحان الله ربي سيسي ولا نص رمضان إنه رمضان تزوميمت خطر أنزل فيه الوحي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كريم يعني تكريم واحتفال بنزول الوحي إن أنزلناه في ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة القدر يعني أون ليلته هام يموني خطر دقا فارق دزعلك في تاريخ الإنسانية أدي سجل الخير أدي سجل النور قاع الظلمات ميدن ظلم تعدي على الأعراض على الأموال على الأنفس ولي عاشن ولي تعاشن في حياتهم ولي السجوم توجد قنشرة غلسات لآخرتهم أدي سأون الوحي أدي سفخت من الظلمات أدي سفخت من الظلم أدي سفخت من التعدي أدي سفخت يعني محطة بارزة في تاريخ الإنسانية عموما الأمة كاملة أو الأمة إلا نمارو موجودة بعددها يقلع مليار ونص مسلم في الأرض سماني تبدأ سين وسني سين ليلتني سين أين عبد الله سمي صب سبحانه وتعالى عبده سبحان الذي أسرى بعبده
الرسول صلى الله عليه وسلم خيال السني إقن برك لا يسد الكون كامل في ظلمات إقن برك لا يسد يسد زي النور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه بدا سحزام دي بدا سقيمت نحزام دي بدا سنور سيفوت سلهديان بعد ومني اتفض بعد خطوات جهد بعد جهد جهاد جهاد ادنى ومنين يغضبار الى ما شاء الله قال خير ده زعلوك يعني سو مني بمجرد نفكر ان وسني ديك النشاط دي زعلوك سو مني شنين يعني غير نفكر ليله القدر نفكر لهداية ربي نفكر وكانون اللي نطفون الدين ماشي نعاد لحالنا ماشي نعاد لحالنا دي بعضانا مش هذا عاد الحل في تعدي في اعراضنا في اموالنا في انفسنا مش هذا عاد نتميز مش هذا عاد نتعاشى ماشي عاد نتعامل مع الاوباء مثلا او الوباء مر ونتعاشات يعني محطه ليله القدر سوى من رب سبحانه وتعالى يتجاسك كن شندز عليك خير من الف شهر خير الف شهر يعني محطه واحده تساوي الف شهر وشهر الف شهر يعني 83 عام وجدي كن شراي لن يسهل سوى منين شنين نتا يعني نتطلع إليها نتمنى أسني أن نحمد ربي وشار أن عاد نقرب لربي وشار أن نزل وشار أن ندعو ربي وشار أتوطد لهداية أتوطد النور وشار أتوطد الخير وشار كل زقاس تكون الخير لازعلك يتوطد في هذه الليلة أدين رب سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها كل سنة من تنزل الملائكة تروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قالت صلاة الفجر السني سواء هي محطة بارزة يعني في الوقت الحق كان نسيو نسيو ديس إيه لكن غرس القيم تزعلك هذه المحطة ربي يحفظ انت لت إذن القدر إلا ما شيت نيد إيف إيجي من نظام يعني إيجي من سقاسن سواموني إلاق أن تريوش هم قرين لغنوش إن شاء الله هرزت الخياسة كانت تدر الشمراو تم جارود تدمنا والعلماء قال فلتمسوها في العشر الأواخر ربي إن شاء الله هوني وشرزن نون الليلة تم بارشت غفران غد نوب النغي جان إن شاء الله هدي ماس رمضان إلى كان أنسزعم تم درتنا ربي نين القرآن ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني سان سن قيمة غزوة البدر إلا ربي ينصر دي سمسل غزوة بدر كنت محطة بارزة غزوة بدر وقعت في السنة الثانية للهجرة 17 رمضان رمضان عند رمضان مزورة زوم دي سي مسلم صحرا صاص من يسوال زومات أين يوم إني الغزوة هامي خط الأزوان إلى الجهاد تحتاج إلى قوة تحتاج إلى ثبات سو مني سبحان الله أزومي الخير وصح الجهاد الخير يقع التعارض جرسا الجهاد أولى اختني في هذا الظرف غزوة بدر كذلك كنت محطة بارزة يسمي صلى الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان يعني فرقت بين الحق والباطل هامي خطر ملاقى نديس أئمة الكفر من شيء سمي صلى الله عليه سبحانه وتعالى في القرآن وإمام الإيمان وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما نوسيسن أديرنا وش قضية أديرنا نغوليرني القضية لا في منطق الأمم في منطق العرب اختني بتاي قني ربح السني أجد النصر لفوسيا سواء من اللي يمشاركن نانا السوء الدبين دمنا ونشنين السوء السوء نغفنا العرب إلى ما شاء الله يعني من الزمان السوء الدبين الدبين أين ننج وبالفعل وقع عكس ذلك وقع عكس ذلك يبها يعني حققت اللي خسدها كل العبار من غزوة بدر مصح دي سنت العبار يبها أن بدي دي سنت العبارة الأولى أنه إمسل من في غزوة بدر نشحن بقيادة راشدة ما شاء الله القيادة تستنى وقت ملمي تسمشت معامل تسمشت تنظم تسمشت تشاور من القيادة الراشدة الشورى يفغن من المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يواعد غس بيعة العقبة مع الأنصار أنه أتحمان في المدينة برك سيفغ من المدينة 70 كيلو بدر داني يبدل اتفاقية يزق عيسن بتا وش هذا الرأينو شلون الصحابة أبو بكر الصديق ومن خطب ناس النيجور معاش كذا وبعد ناس وش هذا الرأينو يفهم زعلوك الأنصار باللي اللي قصد أنت الناس يا رسول الله تقصد أنا شين الناس إيه لاحظت المعنى الاستشارة الشورى القوة الأمة الأمتنا بتخسر ننجح بتنخسر عاد الأمة قاع متكاتفة مع قيادتها نخسر عاد شورى أن معاون أن شمر أن سرس أن فهم أن سمني لانزوا أن سرس الخطط مع بعض الخطوط العريضة لهذه الخطة مع بعض تفاصيل معليش تقدر شابله خطوط عريضة قرارات المصيرية تحتاج إلى حد كعن مشاور ديس با يعني توني أسمع عند زعلك في غزوة بدر شوف أي تسنى الاستجابة الاستجابة بدأ زعلك الأنصار الناس واللي خسشني إني منشي إنه نودين
سيدنا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد مش القرمو اشني اذهب انت وربك فقاتلا ان معك مقاتلون ما شاء الله. روح اتت في السجن امسن البحر انت امسن البحر قلت القوه يعني انضباطي مسلم في غزوه بدر استجابتهم قال لي بالصان 13 عام 14 عام هتصوان طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم شان ديني قال من الصحابه لا يريح الا يتمنوا لي ني سيز راس الناس ايوا ربح ربح الجنه الجنه قبل الناس جن ماشي جو جنت الناس عرضها السماوات والارض يقلم الناس او انتيني ويت يتوخر الجنه يسر السيني يتشر فاستشهد سبحان الله يعني سواء من النصر في غزوه بدر ولدته بالعدد نصر بقوه المعنويات سواء من نحتاج لثبات جن وسنو لا ضد الوباء بادي شمرافنا نحتاج لثبات نحتاج الى استمرار نحتاج الى استجابه نحتاج الى توافق باش كان يجرب السيبسيان فوجي وكل حد اين يتميز اين يبين ناس نشي حسيا نشي عيغ نشي قلقان نشي وتنجم نشي خاتيلاش استجابه وقياده رشيده ممكن ان نجرب ميبسيون هذا ما نستفيد من غزوه بدر ربي يحفظ الدكتور يبهاوني ولن الا كان ماشي تنيد سنجل اسقاط غتنسر فون امار الا كانت الدرديس ماشي تنيد الصبر للثبات الطاعات باش الا كان ان شاء الله ربي غادي يشمر غفنا غنتواغيت الا كان غيور رمضان ونهارهم تم تجارب ان شاء الله يجيت ان شاء الله ديك المحنه الى دي سمينح ما نشينا نطورو يعني يزدوا بايوم صحني ان شاء الله لا يودي كن الخير مع زدم قران بالخصوص العلاقات وكن العلاقات نجرنا غنتديو الا نجرنا ندر اصنات دكتور يعني قلت المحطات تيم قرانين لين تفتح مكه الفتح المبين الى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتوسنس الخلاقس يتوسنس الوفاءس يحد ويضض يعني دي قل خلاق ديم قرانين نتنبي سوى محطه تم قرانين رمضان نعم فتح مكه محطه بارزه في رمضان يعني توقع في 21 20 رمضان السنه الثامنه للهجره يعني الفتح والجوسي بلاش انتو العبارة البارزه الفتح والجوسي بلاش يظن مثل يعني مسلمان اللي في الدعوه في الاسلام قريش تبدت حصاره توغم عسن غزوه بعد غزوه تزوايس لا تدارت نسن في غزوه احد بعد غزوه الاحزاب ومن بعد الاشياء بعد ومن جن الاتفاق مسلمنا نشي نلحق نزوي العمره ما نشي لنكاع ميت نغرس نلحق نزوي العمره تض الطوفن بالكعب بالبيت الحرام ولا نشني والتجيت قريش جيني اتفاق معاهم الاتفاق ظاهره يمسلم تواغبنا ظاهره صلح الحديبيه بصح ربي سبحانه وتعالى يسميه الفتح حتى معنى الفتح الفتح لا يسد يبدا اسو حتى هو المعنى يعني الفتح واش ياس يومين ثلاثه خاطي الفتح تخطيط الفتح استمراريه سو مني المشهد اختني الصلح الحديبيه ودي باين يعني وغل من الصحابه والفهيمن والفهيمن امي اموني انا ارضى الدنيه في دين ان قبله الذل لاش راس عسلم رب سبحانه وتعالى خص الشعب لا سو مني ان بيسكت العباره بارزه عند متى وجي قاعني لي باين اين دوني الواقع يلزم الواقع ان غنركب الغرس بنظره ايجابيه نكلب الاسباب نكلب الحكم نكلب العبر هاد عاود غدو في هذا الزمن الظرف ولا نتعشى الظرف الكورونا وغلميت توكاس نسيس وغلميت نجمع زون لي فامينس وغلميت نخدم سني بد العلاقات نسن يعني تسمونك زول ميبسي يبين البعض يعني العالم قال يحسه العالم قال يحسه ربي قرأ في آية في سورة النور لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لحتى أن المعنى ما نشي لا في صلح الحديبية يختم ربي سبحانه وتعالى في صلح الحديبية بماذا؟ بفتح مكة أين دوسان يسجن صلح الحديبية يمسن من دون أمنين الأمن أرسل ما عنده زعلك فانتشر الدين خير ميدن كل حدين خيرت يعجب يعجبت الإسلام فدخل في الإسلام يبقى على الكفر إزواء إلى قريش أصوان سالمي إذا انتشر الإسلام ورصاص مخلص يزوى بعيد يبدأ يتزني إلى الملوك يلا يجورتي لازم يقدم تستاتي ولي تقلع الدنيا يعني يزنس رسائل يقدم للسات الدعوة المعنى يعني ينبغي أن نغتنم الظرف الذي نعيش فيه ينبغي أن نفكر في هذا الظرف ونتقل غرس نظرة سلبية أنقل غرس نظرة إيجابية وجانو مني أن نرقب أن ديس بعدس أن ديس بعدس أدي قضاء فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أدي قدا أدي قدا بسين الصبر بسين التحمل بسين الفراق بسين لافامي الله غالب بسين نصبر بسي مع تروانغ اندمني بسين نصبر قلة اليد رمضان دي قل الخير للتآلف وتراحم بعده مني ماذا بعده
لن تفكر بتبعتنا ليش حقيقة بنادم غير هذا يفكر أني دي صغل الساس يهون عليه الظرف الذي يعيشه. يعني فتح مكة أدخي بها هذا خمس فتسيس مادام في آخر رمضان والسن بهان من الخير والسن يعني العفو الرسول صلى الله عليه وسلم سي يعني يملاقه يعني قادر قاوزي هذه خلف الطار قادر أدي سوف غيني يعني أين يجي ناس وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولا إن صبرتم ولا هو خير للصابرين. ما هذا عفا ديك العفو دزعلو كوني بيسيسي قلت العبارة أنه نلا في ظرف شيمار والحمد لله داير بعدون الحراك بعدون يعني أول انفتاح الحمد لله على الجور إن شاء الله نحل نجور نحو الخير بس حول الخير يحتاج إلى أن نتعاون أن نعاون قاع أن نخدم قاع مع بعض داير نخدم تحقيق قاع ترواس هذه يمكن لبعض ولتي يعني في هذا الطرف ها ونيتشو وسيتشو يستاهل هذه تعاقب يستاهل تم شانس بصح من شخصات كاع ميدوشتي من كاع ميدن كاع في كفه واحده ديس نغل ميدن ديس الخير والتغن اثنين سببا في فيما وقع سو مني نتعاون جميعا ونعفو ونعفو نعفو عفو مقتدر ان شاء الله بهذا نتعاون كثيرا وتاتي فتوحا ماشي تفتح مكه ان شاء الله لاني لان السلام ان شاء الله رب ربي يحفظ دكتور ان شاء الله فتح مكه ماشي ديك محطتي لا ترزم ولا ون اللي مسلمني يكمل الاسلام يشعشعتي موران دنيا الاخلاق مبرش الوسر محمد صلى الله عليه وسلم وشوف التسامح حيت وسنسيس العلاقه مع مدنس بالخصوص قريش اللي يغوسيس نيغو مصحين ياسن اخ كريم ابن اخ كريم اذهبوا فانتم طلقاء يعني الخير مقران الا حتى غادي اللي يتسامح يواسل كان اسان نلعفو اسان رمضان امبرش ديما لك نغب على تيم جا ادران دي ويوران رمضان دكتور عطيه الصحه ربي يشتن ميرت ليشنا نغلي دوله نغلو مزروي تجاس الاسقاط في الواقع من دورتنا ونيمار سي المحطات داي وقعت حيطين وقعت حيطين حقيقه يعني وقعت في رمضان تبهاك الوقعت وتوقع في 583 للهجره توني وقعت حيطين اي توني انتصر فيها صلاح الدين الايوبي حرر القدس تكت محطة بارزة في تاريخ الأمة يعني إزمان فهم ده وحدي باللي القدس 130 إلى 150 عام تستعمر من الصليبيين صليبيين وجي النصارى الصليبيين غرس الحقد ضد الآخرين يعني غرس الكرة غرس عنصرية يعني ماشي دروس الصهيونية يمار أين الصليبية أين يجين في القدس يعني وصلت الدماء إلى الركب أخت نيوتن في القدس إيه مسلمان 130 إلى 150 عام تتنور نسن فلسطين ماشي نحررون فلسطين أي طول عبرتني تنبي الحقيقة بعد 150 عام اتفق صلاح الدين الأيوبي وينتصر على يعني الصليبيين ويحرر فلسطين بعد ومن يوقع بسين مناوشات كذا بعد ومن ينفاها من باللي تعاد منطقة سالمة لا تفنديس ودين في القرن العشرين لاحظوا المدت وتشترس قاع من السلم هامي أن بيزيس عبارة عظيمة جدا الحقيقة عندبتها أنه ينبغي أن نحافظ على إصرارنا اختني بالبالنسن فلسطين تفق تتحرر منشي تحتاج إلى أسباب وش يلا برك وش أخصى جاك إن شاء السويات لاش خاطي يعني الدفغ الدفغ يعني زينكي ومن بعد الدفغ محمود زينكي عماد الدين زينكي ومن بعد محمود دين. يعني قتل إمارة بالزانت بعدوا من عم نور الدين محمود زينكي بعدوا من دفة صلاح الدين بعدوا من توسع بعدوا من ويستتب العدل ويستتب النظام هذه تفقع الإمارات بسيبسي مصر والشام بعدوا من ياب قاع يريق الحال يقلص فلسطين وهذا نستفيد منه أنه خطط أنه خطط وتيس ديبسيون بين عشية وضحى بالصح نحتاج لأن نصر شني مثلا في هذا الظرف الذي نعيش فيه نصر أن تحيا الجزائر نصر أن تحيا الجزائر دير النغ أين يسقط عنديس أين يموت نديس شهداء أين يجاهد نديس أين يبد نديس يمزور النغ أين بذلوا فيه الروح والغالي والنفيس والتطي مني والتطي مني نصر هذي يمكن نوني بسيون وني عجب الحال ديسن هذي يمكن نغلبني بسيون زوانا نغ هذي يمكن العديان نغ زديغ لا تخطط نزديغ وسن يباين
النحية التبد ها نصر أو الإصرار سبعة دزعك تبتة بنادم سبتة يتعشى يتعشى بالإصرار تعشى تعشى بالأمل اللي صارني ولو سنتين خمسة عشرة عشرين ثلاثين بس حق ده الناوض بإذن الله صمر في العمل والبناء والتضحية من شيوضن ففتحوا فلسطين وسنفتح وسننصر الجزائر بإذن الله إن شاء الله وسنفتح فلسطين كذلك بإذن الله ببركة رمضان وببركة الجهد والتكاتف والتعاون والإصرار ان شاء الله ربغني واش الاصرار القوه ثاني مسمن واش راه نسن دكتور باش يحفظ فوني والي مبارش نزعم امين وفوت لغنغ الوقت وجار يعني كل محطه تحتاج يعني اسنو سعد وجار كل محطه ديك التنوبه نعود غلوش مار انا تقيمت معك يا دكتور ممكن تقيم المحطه بجاروت يعني باختصار يا دكتور لاني داين واقعه عين جالوت بالتجمع داونتيل في المحطه باختصار علاش وقعت عين جالوت ديك الوقت مهمه جدا ضد المغول بتي صار نختني في توني في 685 للهجرة بعد 100 عام من فتح القدس ضد المغول ظاهر ببرس وقطز ضد المغول الحقيقة قلت لهذه تزعلكت عبالك ميتني المغول حتى قداد ميتني المغول يعني الفزع عني الخوف اني مسح أقداد بن آدم يعني الملم إصباح يبدأ يمسح كالجراد كالجراد المنتشر يمسح 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 ويستولي وكانوا سبدن يعني انه كان يزوا قاع يمسح كل المعموره سو مني اين وقفني ان بي سي كنت عبر تزعلك انت صار عظيم حقيقه ان بي سي كنت عبر تزعلك انت ان لا نخاف اعظم خطر على الانسان وجد العدوس العدوس تزعلو كاين الخوف تكتي شمو تكدا والتكدا الخوف يساوي استسلام توني باختصار يعني باش كنت طول الخوف يساوي الاستسلام بل ينبغي أن نعد العدة ونثبت لغرنا كورونا يمر سكت صح هول ميت نكت نكت نخلعان خلعان نسحي سخلع ملايين لموت مع هذا اسمه التكات ربي وش يخسجنا النكت الشيطان يخسجنا النكت ربي يقرانا لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا أنت الأسباب نتخذ الأسباب ونتوكل على الله سو مني غادي الثبات خرج مع هذا زعلوك هذا ما نستفيدوا من غزوه من وقعة عين جالوت باختصار يعني ربي يحفظ دكتور باغني ان شاء الله الثبات يشان ان شاء الله الايمان يشان ان شاء الله تتفون القيم التاريخيه اللي هون بيصطاد في تمقرانت ربي يحفظ دكتور اللي قبل اللي عرضتنا ان شاء الله هوني ولن غادي تفن غلوله ون مدن استوعب تاريخ امقران ونيور رمضان امقران الى ديور نوربا حد وربا حني مسلمن اش رمضان يسدي لك انا غنيرني غلوجار استزعمان غلوجار اشي تنمير تبقرانت الدكتور محمد تمزغين استاذ العلوم الاسلاميه لجامعه الجزائر دي الزاوت نزالت قبل عرضتنا ان سير ان شاء الله وطول غفنا غيغلب دكتور ان شاء الله ربنا يحفظ ان شاء الله ربي يوفق ان شاء الله بدي قبل من جميع يعني جهودهم ربي قبل الصيام والقيام وصالح الاعمال ان شاء الله نلتقي في فرص اخرى ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ دكتور بارك الله فيك يعطيك الصحه اتوتنا غير برشني عزيز ندي مالك انا مع الفقرات نتنوبان مرحبا تيتلتو انزوان سجاي قنونود مع عبدو تشنقاس بحماني الراعي غلت الدارت الفنان المنشد يوشم قرانة ترحم محمد بوسعدي لا غرس اسوكا سيز وغفنا صح منشيني غيز الونس دي ونس الدقة من ديما تيونجيمين ديما ادرن ولاون بالخصوص لابتهالاتنا رمضان الى توسنسيسني يوشم قران اترحم مرحا هلال الخير والبركات أنعم بضيف جاء بالرحمات سون الصوت بهان ديوال النزمولن يرحب نزور محمد بوسعدة سيور رمضان أما نشي يرحب ستوشول تستزعلو كتدرتس بهذا السقط عني كتسهرة أيتبها رمضان هذه الجلسة النموذجية يجتمع فيه شمل العائلة جميعا كبيرا وصغيرا وهدفها التواصل بين الأجيال سهرة عائلية بالمناسبة هنا نتملقى جاءوات الوالدين الأحفاد والناس نتساول كل ما هم رمضان عادات والتقاليد ما شتغن الجداد نغط زومان ماشي مع الزومان يمارو ما شتغن التاجن ما شتغن التعانن بكري وغير ذلك أنا نتمنى نحضر هذه الجلسة العائلية باش نسمع فوائد ونصائح للكبار والوالدين تعجبني الجلسة
العائلية، بخاطرش بديت الحوايج رمضان. الكاس اللاتاي ولي غاب فونت قيمت، اما اش عمري ولي تخيبي في الدار ناتي غرسان دي السهرات رمضان. بهان بهان والسلام، بهان بهان والسلام، سابودي ترندل في النور الجنان، اما سلي اخوان كولي دي السان، جارتي رجوين دي جدلة والنغبة لمان. توشولت نونازور محمد بوسعدة أن غيراس توشولين إلا أن تطفنت ديون السنة التزعيم تنملاقا ديور رمضان أمغر تروفوا لون تجروا جاريز عليك دي بزانا. نتصور لو كان كل العائلات يجتمعون في سهرات عائلية لا زالت كثير من المشاكل والتوترات والخلافات وزادت المحبة والأخوة ما بين أبناء العائلة الواحدة وبين أبناء المجتمع الواحد. إن شاء الله أنت دي سنة تمسك دي زي وحدي أتنص أتنسق دعي تروانا يوسيد ديس بعدنا. أمداني نيت مبروك رب دي سمال ربي يرحم المنشد الفنان مقران محمد بوسعدة وش مقران ترحم تونيدي كت سيت نوباوين يسجي وتنقص بحمن الرعيت الدارت الفنان محمد بوسعدة وش مقران ترحم إلا غرس تقريبا سقوا سيز واقفنغ مصحة دي قيم ديما يدر أما سنو لون تونجمين تمدور تنيتزيرين سل ابتهالات سل ألحان السيز الونس سل جهاد السمدون التعليم دو سعزم ديم درس الحياة أغرم القرارة أي بها رمضان صغت تجرو توشول تمان شاكن رقب توشول بوسعدة تجرو بالخصوص ديوني ماري لك عن تدر الوباء كورونا يبهي لك نجرو مع التروان نلسسن أن الله ندم قران ديور رمضان أمبرش لمات لي معنا غادي تقيميتنا مرحبا شاشي لك نرحب سنود مون الى نخدمني قل البرنامج لي جور ديال القناه الرابعه نتمازيغ قناه نفيدوك نتمازيغ ديور رمضان داين تنوبه وغدر بحن الكريون امارو ان نرقب الفكره نول البرنامج ويخدمنا نول البرنامج ان شاشي لك نرحب المخرج المنتج وتنا مصطفى بقرطاس. ايوا مصطفى سلام عليكم جدا برشا يعطيك الصحه السلام عليكم عطيت لي مصطفى مع رمضان الحمد لله خير ربي صح رمضانكم الله يسلمك ربي يقبل ان شاء الله الاستضافه مرضيك واني تشريف يشتوي مرباتي قبل يعطيكم صحة على كيما تزعمم تستفاوم البرامج رمضان دي القناة نفايدو كوسة والبرنامج الطفولي إلى أن يتواجه تروانغ بالخصوص ديوني ماري بهامتش إلى كان غنقل غلطرونشي تنمير تأيوة مصطفى زوم رمضان القرارة القرارة وتالي رمضان الله رحمة ربي الحمد لله الحمد لله ما شاء الله يا مست الدارت مست الدار الحجر كي تسلي الحجر مهم ظليت القيف التراويح الجماعات مع الوالدين مع الفامي ربادي قبل إن شاء الله يعطيك الصحة. يوك إبراهيم غلام نرحب إيدس إلى أن يتوسن يويو إلا نسنت تروان غير نجلس يوم بصح السوش رقبنا موان يعني رقبنا مالي وإبراهيم غلام قد قد نوري بلو باش احفظ ايوه محمد باش احفظ عجبان غل حالتي معانا باش احفظ يعطيك ونيني تنميرت في البرامج تجي وغادر بحال الكريون غادر بحال تنشتد ايوا إبراهيم ماشي قد ضاعوا السنة رمضان والله وش رمضان نميد نقاع تدارت قيمة تدارت الميت بعد لا الكونتاكت يعني مع طروان غنجلس يعني لا ديس بعض البرامج لا ديس ايه لا ديس قال البرنامج لي دوت الارشيف تو سندس بعدنا نجو لا ديس الارشيف لا ديس دخل لي لايف نجو نمشي ديواك مصطفى الراعيد د ابراهيم رياق نجو كان برنامج اسمه يجور تقريبا لايف في فيسبوك اسمه تصبرين بورخ سنين نقيم تي دار دونات بعد الحجر اسمه سيرتو تفتي دار السبعه أطفال ليش عصمان دي زوا مانا دي رار ماني جسين برنامج وطرفيهي دي سولا دي استقبال المكالمة دي تشاركن بوراس من بر الحور دي اسمها يعجبت الحال دي جالة شان اللي ربعا الجمعة والخدمة قد قعلن هاي توس الجمعة ناس عطيك صحة رباوني حفظ يعطيكم صحة نوبام وغدر بحل كريون الفكرتنا المخرج المنتج مصطفى ابو قرطاس يوم مصطفى لسانغ يعني ماشي توصل الفكرة تليد التجدة والبرنامج تفاعلي مع تروان غديور رمضان بون فكرت انت ديك البرنامج موجه للظنم ديك البديل على خاطر بزاف لا شخص ماشينيني لا شخص الفورس يغلب خاطر نزعلوك كمل كاع البرامج عقبن تقريبا كاع نزعلوك
يعني اذا عليك خاصني فرص بلا عندي ما دي فرص شراب لا ميام الزان لازم استوجد البديل. نفكر دي المسابقه دي قلنا عن نوعيه الثقافه المنطقه اسمها شغل الاسئله لازم تعاد عاد الثقافه المسمس دي قلت تذكير على خاطر يغلب لنا الحوايج تفد تفد الغاشي كاع يتهاون سيس كما نقولوا زوان ان شاء الله التربسي المسمس بتتسمنات هاي ثقافته بتخصشيني ديس ايه توغي ديس ان شاء الله لي فاريونت توغي ديس لي فاريونت بلا شي ناس قصوا تو نعول نخدم من قبيل داد الشاويه مي مارو لازمو مع مسمس مع الحدث مسمس الحجر كلش نخدم غير تغرديت ونكمل مالغري توغي كلش مسطر جا جرب جايه تي زيد دباتنا غنسمحن ما تغاشين ايه والتيجر علاش ان شاء الله رمضان طبعت نفيت سنت ان شاء الله ممكن تخدمت مع الالساون نيمازيغني ضدنا يعني توت نغلق بيلي شنويا الشاويه ولا التوارق ممكن نطيب ولا الصحراء الوداي شلوحي شلحيا يعني إيه. الحمد لله تمرتنا تزير لتغناسي مازيغن باش هذه عادي قل برنامج تفاعلي وطني يعني تاري تاري يعطيك الصحه ايوا مصطفى ديما نزوان نركب الفي تي ار وغدرب حل الكريون لبعض لقطات ساون نوبه ندول بعدهم كن سؤال بات تجاوبت شنو شلك ريون ها شتي بهاياك يا سلام دي صنغوار ياك بات والتربيح وتجاوبت السؤال انت واش ديك يكتنكت نغقلنا شيت ياك السؤال تشي قار يقنشرا ديما نتكلب غفص اندياس باش كان دياس ياك سغانديس انرو الغفص دبتا يقنش راضي ما نتكلم غفص بايلا وبايلا بايلا بايلا مصح سغد ياساك انرو الغفص اد نجدد ياك مهني اوي سندباتا مكايلة متى؟ مكايلة مكايلة يا رب يا مكايلة بكت غاس او نو بارك الله فيك تسبيقه حره السلام عليكم وعليكم السلام بتيتي لاباس الحمد لله ما هو الشيء الذي يطلبه الناس اذا غاب واذا حضر هذا الغائب اذا حضر هربوا
فما هو؟ اي قنشرة طلبنت ميدن ياك، مي غاب كاع طلبنت ميدن، بصح حسا غاديس اضرو ولا ميدن. متى؟ روح 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 روح، عندنا عندنا عندنا. ايوا. او نو. ايبهان ولقطات الى تو بنت سنوباوين سنوباوين وغدر بحن الكريون. ايوا كبراهيم تشد سني ستون نصح ونسل الجواب. يعني بيت الجواب نون سني ستون. الجواب هذا جاي تكمل ان ايوا تكمل تكمل اموني الاجيال. انت لا تيش الجواب تيش الجواب. انت جنيوت. ان شاء الله. ديما نتكلموا واش غدا تضروا للميدان. تضروا للميدان. رباش يحفظ يواك ابراهيم غلام. بهذيك يعني اللي قل ابداع الشيء اللي يواك مصطفى اي مقرن يعطيك الصحه. يواك ابراهيم يعني توسن ممكن يتوسن سلكلون صفراح مبورخ مهندس المرح باش نقل المهرج يعني مهندس المرح والفرح. يعني بدات تجربه تجديد اول تجربه في التنشيط في تمزيز زلتنا او المسابقه يتجديد يورشنا غير نجلس ولا غير تيتشتم زرت هذا اسمينا شمال هو سيولي يشكر ميدن ويشكر ربي تشكر عمده سي سني هو مصطفى لا نسمى سي تفنيك شغلي كنت كتجرو بالتجديد اسمها ديما الخشبات النغلي جي كول نغ تنشيط اسمها نبورس انه تفيقن التنشيط دخي سيرتو وين توني وغادر بحال اليوم توشو كن الصدى سيرتو اسمانين نخدم كاع قبل لا فجفولتش اسمها اللي يجر اليوتيوب يغلب بينا شي يستحسن الكريون وجار هامي خاطر شديس اني لا نقل ناس عند اسمها لي الاسئله في الطورات نغنشنين قال مثلا اللي هاديس خاطر شديس يغلب قال مثلا شي نوع نتيني وشي من الشغل نغد القصور وشي دي سماون سن اونتر بارونتيز توقع قلت له الداني غي طوزانت استعدت فلين نغط طايزيوت نغز وشي نوع اسمهون نغرمان تكري من شتغرنا تكري اسمهون سن اثنين وسن من شتغرنا مصحاج تكرر اسمه سنة عاصي بدا تنايي القرارة هيه بريان هيه أتبو نور هيه الحميز هيه ني غاسوني تبين انت تشد الحميز تشد الزيارة تقول في داخل انيا قدي 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 رباضي حفظ الجماعات اسمها سيرتو يواك مصطفى اسمها سي خيري جودي جي ثقتي اسمها باش كتقدمها غير الحيستو يعطيهم الصحة يعطيك الصحة نرقب يواك مصطفى يبهامتش يعني البرنامج جنوني تفاعلي يعني توجي الموعد قبل معاوني ونجلس نغ منشي تيلي احضر نغ خدمنا ونتنوبان نغ نو البرنامج يعني تقصد مدي غير ما نغ اتزوم تملاقي مع بورصة غلاد الجور نغ اسنزوم الفضاء نسني ماشي تيلي خدم اكزاكتلي سؤال مهم الحق بدا كاع توغي جيت امني اصغر اسمها الملاقه ما انما جيت الكونجي كونجي مارس انا ملاقه بورخص ما مانيت نملاقه نخدم عازن في نعلمون وفوديس شقوت تزعلوك على خاطر عطفلي وتجمد تحكم الديس تلميد تحكم الديس مؤسست بصحة صغار وتنجمد اسمها لهراج وكلش ونجي ما نخدم نبدل نجو مع المؤسسات كل مؤسسة قاعي غرمان كل مؤسسة بون صفت القرارة بس كون نبدأ أصغر نجو ديس تجربة نبدأ تأصغر بعد غرمان هذا قاعد نجو مؤسسة تجور هاي بس كون مؤسسة لدين المدير لدين الأستاذ وتنجمد يعني التجارة مع بيا هاي اللي قاعد راح تجي إنه ممكن يعني يقولون جراوني نجلس يقول الفضاء إكزاكتلي بورصات قاعد عم غلدينا تخدمه من الحصة في ديستون ديستون إيه ديس دخل صغر نفود خي إشكالية بورخ سنغة تنتملك ديك لابلاص عادو ديك لابلاص بلا جدس نتنيني عايش دحين ياك تبع الكريول عطفي لا كونجي كونجي ياك تخدم الجيتا غربيت بورخ سني الجيتا شرقي تتافدي هادو ني تفر لي كرو شاد يا ويتي فيري شاد يا ويتي فيري ما شاء الله رباش يحفظ هذه اللي نخيبها وجرى يا ابراهيم يعني الفكر تبعها انه وجي غير السؤال يعني ديك شاد يسلم الثقافه الثقافه هو اليوم الزهر ماشي غادي يسول مع وسائل الاعلام يعني كوسيله اعلاميه باش يسول في الميكروفون جروا مني يعني نسل مواهب نطروا نغني نجلس نغني ممكن السنة فو المواهب إلا كان رقم نطروا أينو نجلس نغني وشين يقن صوتي بها يغلب يغلب تملاقي داموني الأصوات نغي نغرس نكت مشتيني لأين اسمها التنفس نغ أشو شي كتلة الحكمة تنشرة اسمها صح اسمها كان بورخس وأدبدن مع سن غير نغبت عدد طروان نغي اسمها نستكشف ديسني بسيونو اسمها شغل دي قن منبر حر سيرتو خاطر جلوسي يخلع الكاميرا لي ميكروفون نت مي شاناتو لي ما عاد يسولش انت تربح تيديها ما عاد يسولش بطلاقه تربح تيدي
تما يا زي قيم بالسير بسين نوريك لي صام دوا ماشي التينيز ماشي خلاص يعني. يعطيك الصحه. إيه لاش الله يبارك طروان ولا ما شاء الله. سيرتو سيرتو لاحظت انت الاسئله لاش بتاش اش سخلعي قلنا شي جواب مثلا سؤال اتيني دول جيوب نسيت مثلا توني غير ما نغ نوع انتيني نغ بتي تاوي كراس غل جميس واش انا بعد نفسي وني تاويت معاه اش نيني اسم ما شاء الله سي دي قنشرا اسمه ولي توتي انا تورمو لا التكنولوجي لا الفيسبوك الا اسم اطفلي وليتي يعني طبيعة الأسئلة توجد قاع أسئلة تراثية يعني قريبا مزرويت التراث نوغلان استغلال نوغلان الحضارة مش هذه السنة مزرويت التاريخ تراثية ومنطون جون في ثقافة عامة باش تكون والتعيدية المناسبة رمضان والمناسبة حدث وطنية وطنية فاري ماشي شي ناحد بلا ساعات تركبضا الاطفال تيني دوني سير ولي تجيب سؤال اش تجاوب يعطيك الصحة مام اخي اخير لي كيستيون سي اساسين هكا سنين يونيو تي دبل زان خاطي اش توش تاش اش عدد مجموعة اسئلة في برنامج واحد كل حصة دي السؤال كنساس توني بون شي نخدم توني سؤال رجعي مصطفى يتيوش خاطر جديس نيجوري كتل فترة الاسئلة وانا سي ماشي غير سؤال خاطين تكوشات نتعاود نتعاود دي فوا اما اسمها شغل جماعه المونتاج هنا تنتنينا شي اشيوش مانيش نجيو الطريق تفوت تسالتي سؤال حق انت ساعات سؤال تفت جواب انت غلب شان نستوباتي واش دي تويل حصت كامله سواء منين انت جاسن اسئله ما سلحصت اما انت ما دابك شغل سؤالك سؤالك الحصت كامل سؤالك 13 دقيقه 14 دقيقه هي الحصت يلا ما شاء الله نغبة تحت يقرب على الأقل السوجي قنا مسمس مش ولا أتصفرحت يعني التوي تمسي غل غل جواب أقربت الجواب وجاء أو الأسئلة يعني الفكرة نوم نغديس بعض الأساتذة نغ المختصين في التراث نغ بعض ديس. مثل ما دندول مغرس نبشا ونش بعض الأسئلة المقترحة مستوى طروان نغدي نجلس الحق ديس شاورنا جماعة التراث ديما لازم اسمة تبيتيس المصدر المصدر إيه وتعدي سكت الغلطات ما كنشرة أنتوني باش توجد معلومة صحيحة صح الفكرة الكريون يعني قالت خير من الكريون وغادر بحن الكريون يعني هم يجي تخاتم تنظي انت تسام فلما على وزن من يسر بحل المليون دي قلنا عن تجيع الكريون يعني دي قلنا شان درمز رمز العلم صغنيني الكريون اني يعزام دي قلنا شان اني تشجع يعني تبها فكر تبها ان شاء الله يوك ابراهيم يبهامك شي لك انغنا أندول غلطة وانا مستنى يعني ممكن ولي التعيدي دخ غير عبارة عن سؤال ممكن ساعة ساعة تسول دي قنوت فتس مشلي مع وعزامس ممكن طبيعة الأسئلة قم أستوى دي السؤال جوهري للحصة من سربح المليون يعني ديس بعض المقدمات بشي اللي على الأقل تسول فضة فليني نغبور سنغ البي ولا ستيقدويني ممكن ماشي اسم قار أدور الله قلص أتوجدت لابد أتوجدت أتسولت اسمين اثنين لما اللي تكنيسياد ولا توجد اللي كامل شي لك يغجروا مع سنك يغتش غازن لا بين اسم غير دلاك هما لعو تخلع اسم تهيئتنا نفسيا باش كادي جاوب اسم ما مال المشاركة ولي تعيدي قال مثلا ما سن الحيصة أشير ولا نغشرة عشان يوسينا اسم ديك لي اسم تهيئت نفسيا بتا تفيد يعني يعني طبيعه التفاعل تجاوبنا وننجلس مع البرنامج مشكلة كان تقريبا كان يوغ الوقت رمضان ممكن نجورت وجارنا 15 حلقه لنجورت تلفزيون يعني ماشي تقيمه داو 15 حلقه زوارتي لاش والله الله يبارك اسمها يجورنت دروعات مام دخ مامي لوسي قال وكان كونترنيم اسمه كونترنيم ماشي شنو هو مصطفى نطورو اسمه نجور برنامج سادسه نقنيه ونت نقن مع ايد ميدن ديني اسمه شغل جيت القبائل جيت نشاويه جيت نقن مع سن ديتو سدي والله غالب يا اسمه ديني نطلب ديس نسمع خاطرش على بالي شرق بن اما جيت نطروان نظنت الله يبارك سيرتو الاساتذه القراره أسد القرار إني حماك قاعد سينني شغل قمة الحيص تقطع الله يبارك عجبت الحال قاعد يبها يبها شيء ومصطفى نقنغ البرامج تفاعلية مع طارون النقد أنه لن يخص يغلب أنه لبعض الحصص لبعض النوبوين إلا نتوجنت مع بورس إلا نتنين تطاق نتنين كونوز يعني دايت لين المواهب إلا غد نسوفا غسيسن نيواك مصطفى بوقرطاز كمنتج مخرج يبيد أو فكرته من سيربح الكريم ممكن تطور ان شاء الله الى حصص تفاعليه مع ترون غجار دوتيك البلاطو دازع لكوجار باش هذا عاد ممكن حصه دي لا شانكات دي القنوات تدرتين الى ان شاء الله تفاد ترون صعبه كاع ان شاء الله بون دي قلنا انت دي قلكل ورغرنا غا ومذا كرياتيف تخصص غير التخصص للطفل
ان شاء الله كان بدا ماذا بينا تشجيع غلدسات على خاطر ديما مشينا يعني معايا لا ديفيزيون ماني غادي ديفيزي الافكار لاند بصح لا برنامج ماني غادي ماني غادي يعقل ليا ان شاء الله ماذا بينا تشجيع شاين بدا ان شاء الله اسمك شغل الغرنغ نتفادى مشكلته صربي ان شاء الله الافكار اللي انت يغلب كاع الا انت افكار المستقبل ان شاء الله ما دابنا نخدم في ميدان الطفل لان اللي بهاي هو ابراهيم ممكن ديما تليد يعني ديما الله يبارك تليد الكلون مع طروان مع بورص النغ يعني تفاسكي وين الفرح نغ العراس طروان غير توجن نتمنى دابا ندرك من المهرج نغادر من مهندس الفرح يعني دهاتي التفضل الله يبارك بورص تاس نكاع كل مشان باش تجرون مشان الكلون مع المهرج يعني بالتالي ممكن يتكلب الترنيل ممكن اول تجربه من سير وغادر بحال الكريون بالتالي تمل غلطات ان شاء الله ممكن هذه عاد بعض البرامج الا نسيت فغل فرحة تقولوا له ولنا ومبورغس نبيا سند المواهب نسن ماشي الله إن شاء الله خاطر أطفلي واسو درجز وشاف قد قد أنتو إيه أنتو باش عفد يا محمد شين نتمنى إن شاء الله ماشي تنين طور وشغل قانا استوديو قال مثلا دا بسنا عاد تملاك يديس مثلا وسنا عاد ليزيكون ليكريش نصاع تسمى التجداس نطنشات يسمى عاد استوديو فيكسي فهمت عاد شغل مثلا تفت مع رمضان اسمع مع يوا مصطفى أبي تخدم الحيسة صامو دي ناس تكشف دي مارو والمواهب أبي تفرز دي مارو بورس قالوني مانت الكوروار لا يقل ووني ماني اسمه كل جناس توشد الكوروار سماني لا يقل أديس أتوجهت بالك عاديس تواصل مع الأولية اسمع عاديس يغلب قال لدي تفقدني السنبابة سماني لا يزوى كيف ما دي قيمة غلا دي فاد أزوى دي نما الأفكار خاطر جامي عين تنشطو يرني دخازم اسمه تعيد أطفلي ديما يقيم بصح ديز فلو العزام تفت مسكين ترقي ديما يقيمها باش زعاد قاعد الافكار صح محدوده بصح ما عاد غرس اللي ابداع ني تنشط ما مشاركه في القسمه دي شارك ما عاد يتحاور مع الاستاذ عاد حيوي هاد في الميعاد مني دخل قيمه اسمها ديما مني خمون انتوني يبهاني تنيد يعني شات في ممكن سغد المهرج المهندس المرح منشط الاطفال يعني دي اكتشف الموهبه الطفلين ما يتقل ممكن يتقل في البيئه ممكن في التاريخ ممكن اي مجال وجار ممكن توجنت نوادي يعني نوادي نونين جلاس يعني ممكن تعشرين ممكن كشافه ممكن في المدارس يعني من خلال المنشط ادي برزه والمواهب وتنتس نطق يعني تنتس نطق تنديج باسم السي يعني يضغلوا شمرنا وتقيمت يواك مصطفى ولا غبصيغ الكواليس يعني بهامش كل حصتنا كل تنوبانا نديس لبعض الكواليس فيغ يوك حمو اغنيس شن بعض لي فوتو بعض نتصور الكواليس الذي علق غسنت يوتنا مصطفى مقرطاسي ايه ممكن غلتلست بعض اللقطات درانت الكواليس اشتديك تصوريت ممكن توني بالكواليس داني ليكيب تكنيك اما سن نغلد سما شغل معاناة نسيت ماشي شان بورس قاعد نزدفر داني باقي لاباس انت يتعدى وجر داني قرارة داني قرارة يتعدى وجر ومون يتعدى الغاش يزدفر يغلب قاعد فرر انتو ابراهيم مانيا درستم رستم حمدي عيسى دي كادر ان شاء الله الله يبارك هيا تلاقيت لقطه خلاف لا شفت ابراهيم كيف نفس الصوره ابراهيم يويو مع داني كيف قل ما كان امس الغابت تراديسيونال شي لانتي ما شفتهاش احد ايه اكزاكتو مع الله يبارك يعني داني ممكن تلي من مس الغابة تلي تساوم فتيني ممكن تبين لا سنتو جد فتيني قدي كيف ديما نفس المكان ودمونتو بدالي وطماطيكمو ما كل ساعة ديك تلي كيب بلا فوالا عشان داني رباوني يحفظ يعطيكم الصحة رباوني وشتان مرتم قرنت يوك مصطفى بقرطاس منتج ومخرج برامج تلفزيونية وغادر بحنا الكريون بصح سوا غادر بحال الكريون داني مرحبا تربحش تستيلو معليش يوك ابراهيم غلام ماشي تنمرت رباوني يحفظ نم ان شاء الله البرامج تنوباوني لا دهم نطرونا غير جلسنا باش نسيت في الفرحة تقولوا ونسن لما ان شاء الله البرنامج ممكن هذا زواغ التيميوان تمرت نغنتزاير اجناد وديت متى شرقيت متى غربيت باش ان شاء الله كاع ياوض الولايات تمرت نزاير هذه عاد البرنامج وطني تفاعلي يوك ابراهيم ونشد ديما غاش نهنا يتليتي ويدا ونشهادات باش يحفظ شهادة منشط سنغلافت لمكرز ودان وزارة الشباب والرياضة كمنشط كشهادة منشط
وجاروا مني مراكز الشباب اللي العطل الصيفيه تي دمنشط مخيمات وانت تدخشنا الناس ونشاهدت يستبيد سنرزوفت امريكان تامورت نزاير الى تفودج المواهب التنشيط نجلس اش نهنا سوني خدما امبرشن يوك ابراهيم ديوك مصطفى اش نجاو ولا مجروي مصطفى يعطيكم الصحه على الاستضافه ماشي شنا ان شاء الله من رقبه مني لاضي البرامج نغطو ديفيزان تلفزيون غنشجعنا نخدم اعمال اخرى باسكو المشكل تنا قاعده التسويق اتخدم دا خدام الافكار لا انت تخدم في نورمال ولا شارج مان دي فيزيت انتوني ان شاء الله يعني الذي سجل البرنامج اللي توجد يعني ربي ان شاء الله لان عده برامج لان بدنا على خاطر الاشخاص المال ان شاء الله بدو في المال ربي ان شاء الله توخدم يعني قاعد توخدم من الا غرسنا نواجين بون لاني لا تدور توخدم الا ولا كفكره كافكار الا شريت توخدم يعني يعطيك الصحه باش يحفظك الله ايوا ابراهيم بتلا شنجاو ولا متجارو بتا غاسمتيني دي طروان غيوا الى غير تنفس نختم السيس خاطر ادرك من ابراهيم على الاقل ما ركبت سويرت الكلون قالتين فستركبنا مولي ماشي تنتظر ماري بلا نوري بلا شاد قبل ايوا محمد تسلمك سيواك ابراهيم صالح والحاج دباباك الواد ايه اسمع ما بديتش لك ماني غيريت لك الا معنا غداني بصح ان شاء الله انه تيقال لي واحد الناس ان شاء الله يقن برنامج اسمه ان شاء الله المناسبه فاش كان بورخس تكتب ربي ان شاء الله وين ما عاد معك كل برنامج ان شاء الله هنو ناري عاد تنشيط ثنائي إيه ان شاء الله 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 تقدر تبارك اقتصاد السيولة برك اسمها تحية قاع المنشطين يخدمون معايا قاع ماشي على مستوى 48 ولاية شفت المديرين يخدموا مع سندخ لنشلف غيري جمال سنون ديوك عبد الله بن دوخة خدموا مع سن اسمها كمديرين تقريبا قديم معايا والتتيغ باش كتنهني د تشولتنا كانت الغلام ديال الحاج طواطي ديال النور ديال مصطفى ان شاء الله اللهم امين دمك دمك على بيت السجومه السولز دي خسانس تحفظ ان شاء الله تريح اسم الله رحمتي يبابك ان شاء الله اللهم امين رحمتي يبابك دعمك طه ان شاء الله باش يحفظ توت مسمار كاع ما نشيل لا انا كاع السمار امنيني القرار كاع وخلاص دي غير ما ندونات كاع باش يحفظ باش يحفظ ليكيب تكنيك دوسي كاع يشارك البرنامج يعطيهم الصحه كاين شوك اكزاكتومون على سيسني ينجح البرنامج ما شاء الله ربوني يحفظ تنمير تم قرانتي تربع تخدم البرنامج نغتنوبه وغادر بحال الكريوني لا تجور ديما ديال القناه نفيضو كسنت مازير 64 تمديت غير الجمعات سبات وتجور تجور وسان اذا اثنين وخصن ادي تبع البرنامج وجاري صفاد وجار تنمير تطروان غير نجلسي لنشاركن ديال البرنامج ان شاء الله البرنامج غلي مال هذه ان شاء الله قاعد يتميوان تمرت نزاير نوضغ لشمر نتقميت مرحبا رمضان دمبارش رباغنيوش الرازن المرا وتم جاروت نيور رمضان يقبل ان شاء الله اعافير دخدم امبرشن يجي ان شاء الله ديور نورباح ادورباح تنميرت او نجمع ونزلي نتربع صوت الهزار رمضان عقبة لسبي غدسن رباغنيوش لهنا دلمان زمر التسعينات ديور الشاد رمضان إباد ديور الشاد رمضان سجاري تراني بد ديور رمضان تلعن تلعن من دن أزعلك مزان رمضان تلعن تلعن مدن أزعلك مزار سجاري تراني بد ديور رمضان تلعن تلعن مدن أزعلك مزار جوج دناس آوي ناس ديزل ون مترنيوش شمرنا صوران ناس هاوي ناس ديزل ون مترنيوش شمرنا صورة هاوي ناس ديزل ون مترنيوش شمرنا صورة جوجد ناس هاوي ناس ديزل ون مترنيوش شمرنا صورة تراني مد ديور رمضان تلعن تلعن مدن أزعلك مزار سجاري تراني بد ديور رمضان تلعن تلعن مدن أزعلك مزار رمضان التالة تلانة نميرين دي سيقاني دي فقع يضان رمضان التالة تلانة نميرين دي سيقاني
رمضان التالا تالا نتلم ميرين دي سيقاني دي فق عيضان رمضان تفرتس